ديناميكية النسوية هي حركة نسوية متكونة من 9 جمعيات نسوية تكونت يوم 26 جويلية 2021 إثر اللي صار نهار 25 جويلية، وكانت أهدافها أساساً هو الدفاع على الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية للنساء بعد ما صار في 25 جويلية. الديناميكية النسوية أول ما تأسست كانت مطالبها أولاً هو الدفاع على جميع النساء دون استثناء. كنا في أول ديناميكية حكينا على برشا حاجات كيف ما العاملات في القطاع الفلاحي، حكينا على تقتيل النساء، واليوم خاطر ما نجموش نكونوا بعيدين على الوضع السياسي موجود في تونس، خاصة وإحنا داخلين على عرس انتخابي كيف ما إحنا قاعدين نقوله، ما نجموش نكونوا خارجين على السياق الموجود والوضع السياسي الموجود. فلذلك أطلقنا حملة الإفراج على النساء دون استثناء، ولسنا فقط النساء السياسيات بل النساء السياسيات والحقوقيات والمحاميات كذلك والإعلاميات. احنا اليوم كنسويات او كديناميكية نسوية نعتبر انه هناك اقصاء متعمد في علاقة بوجود النساء في الحقل السياسي وفي الحقل المدني، خاصة بعد الغاء قانون التناصف العمودي والافقي في علاقة بقانون الانتخابات. اليوم نشوف تراجع في وجود النساء في الهيئات المنتخبة، هكا علاش احنا اليوم متواجدين. في إطار حملتنا اليوم لإطلاق سراح والإفراج الفوري على جميع السجينات، ما نجموش ما نطرقوش موضوع السجن وشنو قاعد يصير في السجون، خاصة من تضييقات منها التفتيش الجسدي بعد كل زيارة وقبل كل زيارة، وخاصة لسجينات الرأي، وهذا يصير من أجل إضعافهن وإخضاعهن ومن أجل المس بكرامتهن، خاطر احنا نعتبروه تعذيب. لذلك احنا نعبر عن استنكارنا وعن رفضنا للي صاير داخل سجون النساء. احنا كديناميكية نسوية نعتبره انه يوم 13 اوت هو يوم نضالي وليس احتفالي، نعبر فيه على الغضب متاعنا، خاصة في الوضع السياسي المتأزم اللي نشاهده اليوم واللي الناس كل قاعدة تقريبا تشوف فيه، من اقصاءات ومن وجود نساء داخل السجون. تقريبا عنا اكثر من 30 امرأة يا اما ملاحقات يا اما مهددات بالسجن يا اما في السجن يا اما مهجرات. هذاك علاش احنا اليوم 13 اوت باش نخرجوا من بطحة محمد علي، باش نقولوا رانا احنا باش نرجعوا للبطحة، بطحات محمد علي، باش نعبروا على الغضب متاعنا، باش نطالبوا بالإفراج على جميع السجينات وخاصة سجينات الرأي، باش نقولوا لا للمرسوم القمع مرسوم 54، باش نقولوا لي احنا راه ما زلنا ثابتين وما زلنا موجودات وما زلنا باش نناضلوا على حقوقنا، وانه لا تراجع على المكتسبات اللي حققتهم النسويات التونسيات في تونس، وخاصة المكتسبات اللي حققناها ما بعد ثورة 14 جانفي. أكيد حملتنا باش تتواصل بعد لتغيس أود، خاصة في الوضع السياسي المتردي هذا، خاصة أنه احنا نعرفه أنه ما زلنا اليوم فما نشطاء مهددين بالسجن، كيف فما نشاطات موجودين داخل السجون، فحملتنا باش تكون متواصلة إلى حد الإفراج عنها.